هو مؤسف جدا، واحد الظاهره ولينا كنشوفوها بكثره، الا وهي رمي الزبال في اي بلاصه. وهذا اشكال بصراحه عندنا في المجتمع المغربي، ان بنادم ما بقاش تيبغي يهضر، علاش الله اعلم. ما تجهزوا حتى شي حاويه النفايات ولا شي حاجه. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله من مدينه مكناس، احييكم. صراحه واحد الامر اللي هو مؤسف جدا، واحد الظاهره ولينا كنشوفوها بكثره، الا وهي رمي الزبال في اي بلاصه. كما كنشوفوا كنا كنمروا في هذا المكان بالصدفه، الا كنلقاو الازبال هنا. اذا معي واحد من الساكنه اللي غادي يقول لنا هو ملي كيشوفوا هاد الازبال اول حاجه باش كيحسوا، لكن للاشاره هو ما بغاش يبان لظروف عائليه، اكيد كلا يحترم على رايه. وهذا اشكال بصراحه عندنا في المجتمع المغربي، ان بنادم ما بقاش تيبغي يهضر، علاش الله اعلم. لكن خليكم معنا. اخي السلام عليكم. عليكم السلام. قول يا خويا هاد المنطقه شنو تتسمى؟ حي الناعم، كاين حي الناعم 6 7. نعم. دابا قول لي هاد القضيه ديال الازبال اللي انت كدوزو انتم من ابناء هاد المنطقه وكتشوفوا الزبل تيتلاح حداكم هنا، زعما شكون اللي تيدير هاد الفعايل هادو؟ هاد الفعايل هادو هما ناتجين على واش؟ حنا كنا كجوج الاحياء هما اللي سبقوا لهناك، وجات من موراهم تقريبا ما يناهز واحد 1000 اسره ولا 1200 اسره. وهاد 1200 اسره اللي سكنوا في هاد العمارات الجداد اللي ما تجهزوا حتى شي حاويه النفايات ولا شي حاجه. اذا الانسان دابا الساكنه كضطر انها تخرج وتلوح النفايات ديالها فيما جاب الله وفيما لقاو. يعني دابا نتوما هنا ما عندكم حتى شي طارو؟ ما عندنا حتى شي حاويه، لا هنا لا في المستوى الحي التحتاني. لا دابا نهضروا غير على هنا، نهضروا على هنا ما كايناش. ولكن راه هذا الشيء كامل لا ملي كتلقى عندك ثلاثه الاحياء ما عندهمش حاويات، هذاك الشيء كيدفع لانهم غايديروا واحد، يصنعوا واحد المزباله. تبداو يلوحوا فيها. تي يلوحوا فيها، ضروري غتصنع لك مزباله، ولو هي بواحد الميكا بلاستيكه وحده. من مورا بلاستيكا مورا بلاستيكا كتولي كتولي. نعم. وشنو راهي الازبال؟ وراه خصنا ازبال، خصهم الى داروا السكن وصنعوا السكن وكيبيعوا السكن ويوفروا الناس اللي باعوا لهم ويوفروا لهم فين يلوحوا. دابا انت من الاسباب اللي كتشوف هنا كيتلاح الزبل هنا هو انه ما كاينش طاروات. ما كاينش طاروات اولا. ما كاين حتى الجهل كنظن تيديرها. وكاين الجهل، كاين الجهل، لا خاصها دابا انت غتهبط وتلوحوا هنا، راه غدا بعد غدا هذا الشيء غيتعفن غيطلع عندك الريحه. هادي هذا نوع من الجهل، فهمتي؟ غيطلع عندك الريحه، يطلع عندك الوسخ. واضح. راه خصك انت، هو خص هذاك اللي غادي يلوح هو الاول اللي طالب بالسطل. واضح. هو اللي يطالب بحاويه هو الاول، لاقاش هو اللي متضرر، راه صافي. وماشي غير خرجتيه من ظهرك راه تسالات القصه، راه كتبدا قصه اخرى. قصه اخرى فعلا. الحشرات، النفايات، سميتو الروائع الكريهه. نعم. الكريهه بزاف ديال الحاجات كتبدا، فهمتي؟ وهادشي اللي عطا الله. بغينا هاد الناس هادو كيما باعوا هاد السكن ديالهم ودخلوا فيه فلوس، راه هما ماشي غايشريو، راه يمشيو يهضروا مع الشركه ديال غادي يهضروا معاهم، راه غيعطيوهم السطول، ما غايقولهمش لا. واضح. يعني اللي خاص انت كتشوف سيدي هو انه يوفروا واحد الحاويه ديال الازبال، هي سبب من الاسباب اللي كتخلي الناس يلوحوا الازبال. فيه. يعني في اي مكان ولا في اي كان. نعم. اذا متابعينا الاعزاء كيف كتشوفوا في حلقه اليوم بغينا نهضروا على هذه القضيه، انا كنفضل انه الانسان في بلاصه ما يجي ويلوح الازبال في اي كان، انه يطالب باش يوفروا له طارو كما تنقولوا حنا، يمشي الشركه. اكيد عاده الساكنه كتفرض انه يتوفر واحد الطارو فين يلوحوا الناس، ما يبقاوش يلوحوا في اي كان، لا صوره البلاد ولا صوره الحي تتخسرها صراحه وكتادي غيرك، وحنا هذا الشيء اللي ما تنبغيوهش. اذا متابعينا الاعزاء وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكان معكم ربيع دحاني.